السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البيم 4D. ايه فكرة البيم 4D؟ الفكرة كلها ان انا بيبقى عندي اللوح، تمام، في الاوتوكاد كانت بتبقى بعدين 2D طول طول وعرض. دلوقتي في 3D ضيف بعد اخر، بعد تالت اللي هو بعد الارتفاع، فاصبح الحاجة مجسمة. في الفور دي بنضيف بعد الزمن. يعني ايه؟ يعني انا ما بشوفش المبنى قدامي مرة واحدة، لا، ده انا بشوف الارض فاضية، وبعد كده بيبدأ الحفر، وبعد كده بتبدأ تظهر الحاجات بتاعت البيزمنت، وبعد كده تبدأ تظهر الاعمدة، وبعد كده تبدأ تظهر الفلور بتاع الدور الفوقية، وبعد كده تبدأ تظهر الكاميرات، وبعد كده تظهر الحوايط، وبعد كده تظهر الابواب الشبابيك زي ما بيحصل فعلا في الواقع. فكأنك بتشوف المبنى قبل ما يتبني، تشوف خطوة خطوة هيتبني ازاي، وتبدأ تشوف اذا كانت في مشاكل موجودة ولا لا. فالمدخلات بتاعتك ان انت بتدخل موديل 3D، موديل بتدخل ماتيريال، بتدخل LOD، بتدخل سكادول. الادوات بتاعتك ان انت بتستخدم مثلا سوفت وير ورك فلو. الاوتبوت بتاعك بيبقى 4D، بيديك سيموليشن قوي، فيديو 3D، فيديو 4D، بتقدر تشوف المبنى هتعمل ازاي، تقدر تتحكم في المشروع. ده مفيد جدا للبروجكت مانجر ان هو يبقى عارف كل حاجه هتتم ازاي، بدل ما هو شايف سكادول زي دوت ويشوفوا منه حاجه، لا، هيشوف المبنى هتعمل ازاي. فده ال 4D هيبقى فيه موضوع الكوردينيشن، وبعد كده هنبدأ ندخل المعلومات كلها، وبنبدأ نربط الجدول الزمني بالموديل بحيث يطلع لي الموديل 4D. تعالى نشوف فيديو الحاجة بتتم ازاي. دي ممكن تعملها بجوجل ايرث الحتة اللي فاتت ديت. تقدر تشوف زي ما انت شايف الكاميرات هي الأعمدة بتبدأ تظهر. دي بقى الأواعي بتاعة المبنى، ودور دور بيبدأ يظهر. فأنت ممكن تكتشف إن في وقت ما بقاش في شغل، أو في وقت بيتم فيه شغلتين في نفس المكان، فتبدأ تدرس المشروع. فانت كل الاعمال بتاعت المشروع بتبدأ تظهر قدامك. فهي الفكرة كلها ان كل عنصر موجود في ال 3D ببدأ اربطه بالجدول الزمني، وبيكون مفضل ان انا اديهم نفس الارقام. يعني بيبقى في عندي مثلا بارامتر هنا لنفس الرقم، بيبقى اسهل في الربط، وده بيديني رؤية كويسة جدا للمشروع، وبتقدر تحسن الخطط بتاعة الإدارة، وفي برزنتيشن كويس جدا بحيث ان الملك يبقى فاهم الحاجة تبقى ماشية ازاي. بنقدر نأثر على اللوجيستيك مانجمنت، بنقدر نتحكم في السايت سبيس هتتوزع ازاي، بنتحكم برضو في الريسك مانجمنت، بتبقى في مراقبة للمشروع، لان انا اقدر اقارن بين الجدول الزمني المخطط ليه والجدول الزمني اللي موجود فعلا واللي اتنفذ فعلا. تمام، ال 3D بيبقى عندها هو جدول البلان وجدول الحاجات اللي اتنفذت، تقدر تشوف اذا كان في فرق او في حاجة مثلا متأخرة او حاجة اتعملت، تبقى شايف الحاجات اللي مخطط ليها، الحاجات اللي اتنفذت، فتكتشف ايه المشاكل اللي لسه متعملتش. في سوفت وير مهم جدا في الحاجات ديت، عندنا سينكرو، ده صراحة أكتر حاجة بحس إنها قوية جدا. كل برنامج من دول ليه ميزة وليه حاجات بيبقى قوي فيها. النفس ورك اسم الأوتوديسك مهم جدا، بروجكت وايس، البروجكت ديزاينر، الفيجوال سيموليشن، السوليبري، التكلا ستراكشر، الفيكو،
دي من اهم البرامج اللي شغاله في الموضوع دوت. سينكرو من الادوات القويه جدا في موضوع ال 4 دي سيموليشن وموضوع البروجكت مانجمنت. تعالى نتفرج على فيديو ليه. بص هو بيبدأ يوريك كل حاجة بتبقى عاملة ازاي. فلما بتعمل محاكاة خلاص انت فاهم الموضوع هيتم ازاي وايه المشاكل اللي موجودة، فبتنزل تنفذ على طول في قلب الموقع، ما بتقعدش تخمن او ما بتقعدش يعني. حتى موضوع الشدات دي اللي هي بتبقى حاجة مؤقتة وتشيلها، بنقدر نحطها بكل قوة في قلب الفور دي بحيث تبقى عارف هتعمل ازاي. بعد كده برنامج النفس ورك اسم البرامج القوية برضو، وهو قوي في موضوع الفور دي والحصر. هو اسهل من السينكرو، بس السينكرو فيه ادوات اكتر قوية. تعال نروح للبنتلي نافيجيتور، هو من البرامج قوي جدا وفي موضوع الحصر قوي جدا. يمكن موضوع الفور دي عنده مش بنفس القوة. وده برنامج الفيكو، ده يعني ينصح بيه في البرامج للمشاريع اللي فيها أنشطة متكررة كتير. بيبدأ يظهر دور دور زي ما انت شايف. في برضه برنامج ألماني كويس جدا ومقوي جدا في الفور دي وال يعني كويس في في الفور دي، ده اللي هو ITWO. دي أهم البرامج المهمة في الفور دي اللي هي بتضيف بعض الزمن، والابعاد بتاعه البيم ليس لا نهايه، مفيش حاجه اسمها 7 ابعاد، لا ده هو ان دي ما لا نهايه، لان انت ممكن تضيف اي بعد انت عايزه.